مرحبا بكم على هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكافي بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على هذه رحلة طيران الإمارات. يجاوزنا الأمتعة الإحكام في الخزائن العلوية. في حال كنت في مقصورة الدرجة الأولى، منطقة التخزين متاحة. في الدرجة الاقتصادية يمكنك أيضا استخدام الحيز أسفل المقعد الذي أمامك. أثناء الإقناع المطلوب، يجب إغلاق الحواسيب المحمولة وتخزينها بصورة صحيحة، ويجب تحويل أي هواتف محمولة وحواسيب لوحية إلى وضع الطيران. بعد الإقناع، سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد، يرجى طلب المساعدة لأفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد، حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. يرجى الآن إعادة شاشة الفيديو وطاولة الطعام ومسند القدمين إلى أماكنها، وإبقاء السرائر مفتوحة، وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. عندما تضيء إشارة ربط الأحزمة، يجب أن تجلس وتربط حزام الأمان. اربط الحزام بوضعية منخفضة ومحكمة، ومرره على البطن وعدله بسحب الشريط. وانتك الحزام، ارفع الغطاء المعدني. يوصي بربط حزام الامان في جميع الاوقات طوال الرحلة، ويرجى ربطه فوق البطانية عند النوم كي يراه طاقم الضيافة، ولا يضطر عند الضرورة الازعاج. التدخين بجميع اشكاله ممنوع على مدى الطائرة، بما في ذلك استخدام وشحن اجهزة التدخين الالكترونية. جميع دورات المياه مزودة باجهزة كشف الدخان. في حالة الهبوط الاضطراري، يرجى التمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك بهذه الطريقة. وإذا كان ذلك غير ممكن، يمكنك أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. عند الحاجة، ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة إلى تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولا ثم ساعد الآخرين على خلاله. حتى إذا كنت معتادا على السفر بالطائرة، من المفيد قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك، حيث أنها ستذكرك بجوانب السلامة لهذه الطائرة تحديدا. يرجى التوقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ في المقصورة الرئيسية بطائرة الإمارات A380. توجد 6 مخارج طوارئ في المقصورة العلوية بالطائرة. عند الحاجة، سوف ترشدك الإضاءة الموجودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج. يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات، أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول القصر واربطه إلى الأمام مع إحكام منقبه بشد الشريط. يجب لف السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين بأسفل القوة. يمكنك أيضا نفخ السترة بالنفخ في الأقدام واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الوقوف على الماء، سيوات أو أفراد الطاقم سترات نجاة للضباع والأطفال. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. Your baggage should be securely stowed in the overhead lockers. If you're in a first-class suite, please use the stowage area provided.
In economy class, you may also use the space under the seat in front of you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi and mobile roaming. If you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this may damage the phone and its battery. By now, your TV screen, tray table, and footrest should be folded away. Your window blind should be open, and your seat in the upright position. Whenever the seatbelt sign is switched on, you should be seated with your seatbelt fastened. Wear it low and tight across your lap and adjust it by pulling a strap. Lift the metal flap to unfasten. We recommend wearing your seatbelt at all times throughout the flight and securing it over your blanket when sleeping, so if needed, we won't have to disturb you. It is illegal to smoke on board, including using or charging electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. In the unlikely event of an emergency landing, please brace yourself like this against the seat in front of you. Or where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. If necessary, oxygen masks will appear from above you. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first and then help others. Even if you are a frequent flyer, it's a good idea to read the safety card in your seat pocket. It'll remind you of the safety aspects of this particular aircraft. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on the main deck of this Emirates A380. There are 6 emergency exits on the upper deck. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the 2 red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. سيداتي وسادتي في حالة انعدام الضغط في المحصورة يجهز لك الكمامة إذا كنت تمتلك واحدة ووضع ما تجمع فمك وأنفك شكرا. Ladies and gentlemen, if there's loss of cabin pressure during the flight, please remove your face mask if you're wearing one and place the oxygen mask that will drop down in front of you over your mouth and nose. Thank you.
not working the electricity and power. Please with their first departure.
الطعام المتاح لكم اليوم على تطبيق طيران الإمارات. ما عليك سوى التطبيقات التي تختار رحلة اليوم وتقديم إطعام الطعام والمشروبات. يمكن أن تقيم مدى على شبكة واي فاي الخاصة بنا من إشراء وقت الواي فاي. اتصل بشبكة يونير وصبح خيمة اليوم. خدمة التسوق إمارس ثلاثة متوفرة عندنا اليوم. يمكن الاستمتاع بخصم $15 أمريكي عند شراء أي عطرين. تنطبق بعض الشروط. إذا أردتم شراء مفردات طاقم الطائرة موجودون لخدمتكم. شكراً.